يا اما تم اختيار فيتوريا فالكابتن حازم امام لانه هو الاكثر خبره في كره القدم بطبيعه الحال يعني، فهو اللي صمم وهو اللي اصر، وفي بعض الناس في اتحاد الكره كانوا رافضين ومش كل ما كانش القرار بالاجماع. هل قرار تعيين فيتوريا كان بالاجماع ولا كان في ناس مختلفه على الراي ده؟ يا فندم انا لو قلت ان حازم اصر وصمم وجاب فيتوريا انا كده بجلل حتى من قيمه مجلس الاداره. مفيش حاجه اسمها حازم اصر وجاب وهو اللي يتحمل المسؤوليه لوحده. حلو. حازم على فكره برضو يعني لما بي لما لما بي لما لما بي 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 بيوكل اليه مسؤوليه زي دينا بيكون عاول الهم قوي، عاول الهم ان هو ربنا يلهم الصواب وانه يعمل حاجه لبلده وانه ما يخطئش وانه ما يجيبش حاجه اي كلام. هو الراجل جاب مجموعه من السيفيهات السير الذاتيه وعرضها، والسير الذاتيه دي ان كانوا مثلا 10 استبعد منهم 5 وتفضل 5، وبعد كده استبعد منهم 3 وتفضل 2، والاثنين تم الاستقرار على 1. يعني 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 الموضوع برضو تم يعني تم بمنتهى الدراسه يعني ما فيش حاجه جت كده. انما اللي يقول لك لا اصل مش عارف مين واخد ايه ومش عارف مين، لا طبعا الكلام ده ما حدش يسمح بيه وما حدش يقوله وما حدش يعني 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 ما يعني ما ينفعش حتى اصلا انه يتقال يعني. في راي بيقول ومع ذلك يعني ان شاء الله كابتن حسام حسن وجهازه الفني ان شاء الله ينجح طيب وصبر المصريين على خير. طيب استاذ محمد فرصه وانت معايا برضو، انا عارف ان انت تتحدث دائما بالصدق في هذه الامور. في راي يقول لك والله ماشي فيتوريا مدرب كبير وكويس وكل شيء، ما وفقش مع منتخب مصر، بس ليه نجيب مدرب بياخد 2 مليون يورو في السنه؟ ما ممكن نجيب مدربين بياخدوا ارقام اقل من كده، وشفنا في كاس الامم الافريقيه مدربين بياخدوا ارقام اقل من كده. يعني انا لا الوم مثلا ان احنا جبنا فيتوريا، عشان فيتوريا قبل ما يجي منتخب مصر هو سي في محترم جدا، بس برضه بياخد رقم كبير جدا يا فندم. والله انا فاكر كويس ان هو اجتهدوا الزملاء اللي كانوا بيتفاوضوا معاه على الفلوس وعملوا اللي قدروا عليه وزياده. يعني يعني ما اعتقدش انهم هم كانوا يقدروا ينزلوا 5000 يورو عن المبلغ اللي كان بياخده وما عملوش كده. لا لا هو بالمناسبه انا هوضح لك حاجه يا استاذ محمد كمان، الراجل ده كان بياخد قبل ما يجي منتخب مصر، انا قلت الكلام ده امبارح، كان بياخد 4.5 مليون يورو في سبارتاك موسكو، فاحنا جايبينه ب 2 مليون، فده رقم قليل عن اللي الراجل كان بياخده. بس هو رقم يا اخويا الله يكرمك رقم، بس هو في المقابل يا استاذ محمد هو رقم كبير علينا احنا كاتحاد كمصر. يعني ليه ندفع رقم؟ يعني انا زي ما بيقولوا كده ايه، ما اروحش اجيب بقى مدرب من الغاليين دول، اجيب مدرب زي ما بيقولوا على قد ايديا. اتفضل. لما بتتحط في الاختيار ويبقى قدامك المعطيات اللي قدامك وتبدا تختار منها، بتضحي مره شويه مره يعني وانت بتدور بتبقى محكوم بقماشه قدامك بتختار منها. صحيح. يعني وانت بتدور، ما هو اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، اللي بيدور وبيسعى وبيجتهد عشان يجيب حاجه وبيجيب مثلا مجموعه من السير الذاتيه اللي بيقدر يتحصل عليه في حدود المنطق وفي حدود الحاجه الكويسه، بيبقى الاختيار بالنسبه له مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا. صحيح. فبيبقى ضغوطات والكل بيحاول يعمل اللي عليه. صحيح. طيب بالنسبه لمستحقاته بقى اللي هي الشرط الجزائي، هل اتفقتوا معاه على توقيتات معينه لتسديد هذه الشرط الجزائي؟ عشان انت برضو عارف حضرتك انه المدربين الاجانب معانا ما بيهزروش، سواء منتخبات او انديه، فجاه نلاقيهم عند الفيفا وفجاه عندنا غرامات. هل في جدوله لهذه المستحقات؟ اخر 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 حاجه قبل ما اسافر. اتفضل. الامارات طبعا، لان انا حاليا في هجيلك طبعا على الكره الشاطئيه، طبعا منتخب الكره الشاطئيه هجيلك، كاس العالم بتاع الكره الشاطئيه هجيلك طبعا. كان في لقاء قبل ما اسافر بساعتين مع الاستاذ وليد العطار اخويا المحترم، وكان بيقول لي ان في جلسه دلوقتي معاه وعلى اساس يتكلم معاه في قصه الشرط الجزائي، وهو مصر الراجل انه الكلام يبقى معي محامي، فهو يعني هيدور على حقوقه وهيدور على كل، لو ليه ربع يورو اعتقد يعني ان هو يعني كلمه مع المحامي، اعتقد ان هو برضه
هيخلي هي هي هيمشي الامور في نصابها القانوني حقه وحقك. ده طبيعي. بس واحنا برضو حق اتحاد الكوره يعني مش هنفرط فيه، هو مش هيفرط في حقه واحنا مش هنفرط في حق اتحاد اللي هو الكرة. اللي هو ايه حق اتحاد الكوره؟ اللي هو ياخد اللي ليه، اللي ليه مش اكتر. ما هو انا عايز افهم اتحاد الكوره ليه ايه عند فيتوريا؟ عند فيتوريا انه ياخد اللي ليه مش اكتر. يعني انا يعني وصلني كلام برضو اللي هو برضو الراجل بيتكلم في شهر 2 وغيره. فطبعا لا، هو هياخد كل شرط جزائي. احنا مش هنخلم على الناس يعني. يعني هيوصل مع المحامي ان كان مثلا في جدوله في حاجه. مفهوم الاطار، فالكلام في اطار حقه وحقك يعني. حقي وحقك. طيب ماشي.